أدوات الجدولة. أدوات الجدولة لابد توضح ما هي المهام اللي احنا هنشتغل عليها، ما هي التاسكس المختلفة اللي هتكون لي النشاطات المختلفة أو المراحل المختلفة اللي هتنهي المشروع، ما هي العلاقة بين هذه المهام وبعضها، ما هو العنصر البشري المعين لكل مهمة، هل هو أناليست، هل هو بروجرامر، هل هو ديزاينر. الحاجات دي كلها لابد أدوات الجدولة أو اللي احنا بنسميها السكادولينج تولز لابد توضحها. إيه هي المهام اللي أنا هأديها؟ هل هكون شغال في البروجرامر؟ طب لو أنا بعمل بروجرامنج هل هبقى عليا دور إيه بالظبط؟ ما هي العلاقة بين هذه المهام وبعضيها؟ لو أنا مثلا بعمل بروجرامنج وفي مرحلة ما أشوف وعندي مرحلة تانية اسمها مرحلة التستنج، ما هي العلاقة بين التستنج والبروجرامينج؟ لابد أشوف هل لابد أنهي الأول البروجرامينج وبعد كده أبدأ في التستنج، ولا ينفع إن أنا أشتغل في الاتنين على التوازي؟ عادي جدا، لابد أشوفها، لابد الأدوات بقى الجدولة بتوضح لي الحتة دي. ما هو العنصر البشري اللي أنا هيشتغل على المهمة بتاعتي؟ هل أنا شغال في أناليست محتاج أناليست؟ هل محتاج ديزاينر؟ هل محتاج ديفيلوبر عشان خاطر يكتب لي الكود وهكذا. فلا خد بالك المخططات اما ان تنجز يدويا او بادوات خاصه زي برنامج مايكروسوفت بروجكت اللي هو مدير المشاريع اللي عملته شركه مايكروسوفت اللي انا هوريه لك ان شاء الله وازاي نشتغل عليه. الادوات دي بتفترض ان المشروع بيتكون من مجموعه من النشاطات او المهام اللي بتعتمد على بعضيها. هنقولها دلوقتي زي ما هناخد في الحته العملي في مايكروسوفت بروجكت. قال لي بعض المهام هتلاقيها مش ممكن ان هي تبدا غير لما تنتهي مهام تانية زي ما قلت لك. مثلا انا ما ينفعش ابدا في كتابه الكود الا لما اخلص مرحله الديزاين. مهام تانية هتلاقيها بتبدا على التوازي مع نشاطات تانية، مش بالضروره استنى لما اخلص. زي ايه؟ زي البروجرامنج والتستنج والاختبار، مش بالضروره انهي كل البرامج وبعد كده ابدا اعملها اختبار. لا 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 لا، ده انا ينفع اشتغل على التوازي. فالادوات اللي انا هستخدمها واللي هتعمل لي الحاجات دي زي مايكروسوفت بروجكت هتوضح لي ما هي العلاقه بين المهام وبعضيها. هل لابد الاول انهي مرحله معينه عشان ابدا ادخل في الثانيه، ولا انا ينفع اشتغل في اثنين مع بعض على التوازي؟ فقال لك خد بالك في عمليه الجدوله مدير المشاريع بيستخدموا ادوات معينه زي حاجه اسمها جانت تشارت، مخطط جانت. قال لي جدول الخطط الزمنيه ينفع استخدمه برضو عشان اشوف العلاقه ما بين المهام وبعضيها. انا هوريك الجانت تشارت على البرنامج بتاع مايكروسوفت بروجكت اللي هو عاملاه شركه مايكروسوفت. قال لي الادوات دي احنا بنستخدمها عشان خاطر اخطط بيها المشروع وتابع سير المشروع وتابع المهام المختلفة للمشروع بتاعي. فمثلا مخطط جانت أو جانت تشارت، المخطط ده هو عبارة عن أداة تخطيط رسومية بأستخدمها عشان أعرض ما هي المهام المطلوبة لإنهاء المشروع بتاعي وما هي المدة الزمنية لكل مهمة. قال لي برضو يمكن رسم مخطط جانت يدويا او بواسطه برنامج، زي ما قلت لك هستخدم برنامج اسمه مايكروسوفت بروجكت. في مايكروسوفت بروجكت المخطط ده بيوضح لي ما هي العلاقه ما بين المده الزمنيه وبين كل تاسك. في المحور الافقي بيقول لي بيعبر عن الخطه الزمنيه او الفتره الزمنيه. الفتره الزمنيه قد تكون بالايام وقد تكون اصلا بالساعات، قد تكون بالايام، قد تكون بالاسابيع، قد تكون بالاشهر. المحور العمودي بيمثل لي ما هي المراحل المختلفه وما هي المهام او النشاطات المختلفه للمشروع، بيكون حاجه بالشكل ده. ده عباره عن مخطط جانت زي ما هنشوفه ان شاء الله في البرنامج اللي هو جانت تشارت. المحور الافقي بيعبر عن الساعات او الايام او الاسابيع او الشهور او حتى السنوات لو المشروع كبير قوي يعني. والمحور الرأسي بيعبر عن ما هي المراحل المختلفة في المشروع بتاعي، قد تكون مرحلة تحليل
قد تكون مرحلة تصميم، قد تكون مرحلة تنفيذ أو اختبار، أيا كانت المرحلة يعني. ده في الأخير أداة بتوريني كل مرحلة هتاخد وقت قد إيه، وما هي العلاقة ما بين هذه المهام وبعضيها. لو خدنا بالنا مرحلة التحليل، العلاقة بين التحليل والتصميم مثلا هنا يعني، لابد الأول التحليل يخلص وبعد كده أبدأ في مرحلة التصميم، ولابد الأول التصميم يخلص وبعد كده أبدأ في مرحلة التنفيذ. أما العلاقة بين التنفيذ والاختبار فلا ينفع أثناء ما أنا شغال يشتغل الاثنين على التوازي، فلا ينفع أثناء ما أنا شغال في التنفيذ أبدأ أشتغل في الاختبار، عادي جدا جدا. فده مخطط جانت أداة مهمة جدا جدا في توضيح سير العمليات دي وبعضيها، ما هي العلاقة بين المهام والأنشطة دي وبعضيها. وبعد كده بيدينا على المحور الأفقي ما هي المدة المطلوبة لإنهاء كل مهمة. قال لي خد بالك الشكل اللي هو بتاع 9 ده هيقول لي مخطط جان بيتسم بالمراحل المتداخلة زي ما وريتك دلوقتي، كان بيوريني تداخل مرحلة التنفيذ مع الاختبار. ينفع أبدأ في الاختبار قبل ما أنهي التنفيذ. الشكل اللي هو جاي اللي هيديني برضو على مخطط يدوي لمشروع بيتكون من 6 نشاطات، من كام؟ من 6 نشاطات، واحنا بنعبر عن المدة بالأسابيع. إزاي؟ أهو قال لي أنا عندي مخطط جانت تاني، بس المخطط ده يدوي، بعبر عن المدة الزمنية بالأسابيع، والمهام والأنشطة المختلفة هعبر عنها في المحور الرأسي ده. قال لي خد بالك بقى، ده مخطط جانت، عندي مهمة هتنتهي تبدأ المهمة التانية اللي بتاعت دراسة الجدوى، تخلص دراسة الجدوى أبدأ في مخطط المشروع اللي هو البلاننج، أخلص البلاننج أبدأ في تجميع البيانات، أخلص تجميع البيانات أبدأ في تحليل البيانات. وأثناء ما أنا بحلل ينفع أوثق البيانات. قال خد بالك بقى، زي ما أقول دلوقتي إن جميع المهام دي خاصة بحاجتين فقط، خاصة بإيه؟ بحاجتين فقط، اللي هي مرحلة التخطيط ومرحلة التحليل. لأن لو خدت بالك كل ده بيتم في مرحلة التخطيط لغاية هنا حتى، ودول بيتموا في مرحلة التحليل. قال لك يعني إيه؟ أهو نلاحظ إن المخطط اللي فات بيشتمل فقط على مرحلتين اللي هي التخطيط والتحليل، وقال لك ده إحنا لو مثلنا كل المهام والنشاطات المخطط هيبقى كبير جدا، فعشان كده استعانوا بما يسمى إيه؟ الجدول الزمني. لحل هذه المشكلة يمكن استخدام حاجة اسمها الجدول الزمني، جدول الخط الزمني، بيمثل لي مهام المشروع بالتفصيل، وبالتالي يمكن أن يبين الفترة الزمنية بالأيام بدلا من الأسابيع والأشهر على المستوى الصغير كمان. فده اسمه إيه؟ مخطط أو الجدول الزمني، التايم لاين تيبل. التايم لاين تيبل ده في إيه؟ قال لك الجدول ده هو عبارة عن أداة تخطيط ومتابعة، عبارة عن مجموعة من الصفوف اللي هي بيوضح فيها المهام وبداية ونهاية كل مهمة، ومجموعة من الأعمدة اللي هو بيقول لي الإيه؟ البداية والنهاية المتوقعة بتاعت كل تاسك أو كل إيه؟ أو كل مهمة أو نشاط. يبقى الأعمدة بتوضح لي التواريخ بتاعت البداية والنهاية المتوقعة، مع إمكانية إن أنا أقدر أضيف أعمدة تانية للناس اللي بتقوم بهذه المهام. لأن مخطط جان كنت بقدر أديله المهام، أقدر أديله الوقت الزمني، وأقدر أديله مين الناس اللي بيقوموا بكل مهمة، وكمان كان بيوضح لي ما هي العلاقة ما بين المهام دي وبعضيها. فدي الأداة التانية اللي إحنا بنستخدمها، كنا بنسميها التايم لاين تيبل أو جدول الخط الزمني. قال لك أقدر أضيف عمودين تانيين فيها بيوضح لي التكلفة والتكلفة الفعلية، التكلفة اللي هي التقديرية والتكلفة الفعلية. في جدول الخط الزمني احنا بنروح نملى الأعمدة ديت بتاعة البداية والنهاية بتاعة كل مهمة قبل المشروع ما يبتدي، قبل المشروع ما ايه؟ ما يبتدي. البداية والنهاية الفعلية لما المشروع بقى هيخلص لكل مهمة يمكن أن تعرف فقط اثناء ايه؟ سير عمل المشروع. ما انا مش هقدر اجيب البدايه والنهايه الفعليه غير لما يكون المشروع شغال اصلا. في الوقت ده كل مدير بتاع مشروع بيملى البيانات الفعليه اثناء ما المشروع شغال، والعمليه ديت بتساعد في اعاده او اعداد
الخطة بتاعة المشروع ومعرفة أسباب التأخير لو كان في إيه؟ لو كان في تأخير. بعد كده هنتكلم على حاجة مهمة جدا جدا، وهي تحليل المخاطر أو الريسك أناليسيز. ما هي المخاطر؟ المخاطر زي ما هنعرفها دلوقتي ده مشكلة بتقابل الناس، المشكلة دي بيبقى لها أثر سيء على المشروع وممكن تتسبب في خسارة المشروع أو تهديد المشروع بحاجة معينة. عشان كده تحليل المخاطر مهم جدا جدا. ليه؟ لأن المشكلة اللي ممكن تحصل ممكن تكون خاصة بالتكلفة، دي مصيبة سوداء، ممكن تكون خاصة بالوقت، دي برضو بلوى تانية، ممكن تكون خاصة بجودة المنتج اللي طالع من المشروع بتاعي. وبالتالي تحليل المخاطر من المواضيع المهمة جدا جدا في تخطيط المشاريع. ليه؟ قال لي ده له علاقة كبيرة جدا مع نجاح المشروع أو فشله. فبالتالي قال لك خد بالك، على الرغم من وجود أدوات وطرق إعداد المشاريع والأدوات دي تطورت تطور رهيب، إلا إن المشاكل والمخاطر قد تكون موجودة في المشروع مما يسبب أثر سلبي على المشروع. وقال لك بالتالي هذه المشاكل أو المخاطر قد تكون لها علاقة بجدولة المشروع أو التكلفة أو الجودة. زي ما قلت لك الحاجات ديت لابد تاخد بالي كويس أوي أوي منها، لأنها هتأثر على يا إما على الوقت الزمني اللي بياخد المشروع، يا على التكلفة اللي هتكلفها المشروع، أو على الجودة اللي هتطلع من المشروع. ممكن يبقى المشروع مش آمن، ممكن يبقى المشروع مش معتمد عليه، ما بيدينيش معنى الاعتمادية، بيبوظ بعد وقت قليل. وبالتالي بعض من هذه المشاكل قد لا يمكن تجنبها، ولكن يمكن التقليل من مخاطرها. وبالتالي ما هي المخاطر؟ هي عبارة عن مشكلة يمكن أن تتسبب في خسارة أو تهديد نجاح المشروع زي ما قلت لك دلوقتي، أو بعبارة تانية دي مشكلة كامنة هيبقى لها أثر سيء على المشروع. وبالتالي لابد أخد بالي من تحليل المخاطر. ليه؟ لأن المخاطر دي قد تؤثر على تكلفة المشروع أو على الجدول الزمني للمشروع أو على الجودة اللي هتطلع لي من المشروع بتاعي، والتلاتة بصراحة لهم تأثير سيء جدا جدا على المشروع. فلوس هتجيب منين؟ الوقت، هل هيسمح لك أصلا العميل بأن هو بالوقت الطويل؟ الجودة، هل هيسمح لك أنك تديله مشروع أو منتج بايظ؟ لا. يعني بالتالي الريسك أناليسيس أو تحليل المخاطر مهم جدا جدا في نجاح وفشل أي مشروع. فبالتالي تحليل المخاطر هو عبارة عن عملية بحدد فيها ما هي المخاطر اللي هتجيلي على المشروع بتاعي، عملية تحديد ومعالجة المخاطر لمشروع معين. يبقى السؤال، لماذا يجب علينا أن نعرف مخاطر المشروع قبل تنفيذه؟ قال لك لأن المخاطر دي هتهدد نجاح المشروع، والمخاطر دي لو تحققت المشروع ده هيحصل له كارثة، يا إما هيتأخر في التسليم ودي حاجة مش كويسة، يا إما تكلفته هتزداد ودي حاجة مش كويسة على الإطلاق. وبالتالي لإنجاز تحليل المخاطر لابد أعد قائمة بالمخاطر، أحدد احتمال كل مخاطرة ونسبة حدوثها وإزاي هتغلب عليها، أحدد توابع كل مخاطرة، لابد أحدد استراتيجية لحل هذه المخاطر أو لحل كل مخاطرة، لابد أكون محدد كل الحاجات دي عشان ما تأثرش بالسلب على المشروع. أكون مجهز قائمة بالمخاطر، أحدد ما هو احتمال حدوث كل مخاطرة، أحدد توابع حدوث هذه المخاطر، لابد أكون مجهز الحل بقى للمخاطر دي. وبالتالي لابد يبقى عندي جدول، الجدول ده مثلا باعتبار مثلا إن المخاطرة كانت هي عبارة عن تغيير المتطلبات، اليوزر أو العميل راح أغير حاجة في المتطلبات، طيب ما هو احتمال نسبة حدوث هذا التغيير؟ قال لي 80%. لا، ده التأثير الوضع حرج، الحل استخدام العرض المبدئي، لابد أروح للعرض المبدئي اللي كنت متفق مع العميل عليه. طيب ماذا لو كانت المخاطرة هي عبارة عن التدريب على الأدوات، إذا كانت الأدوات غير كافية؟ قال لي هحط الاحتمال مثلا 70%. التأثير سهل إن أنا أدبره، إزاي؟ إن أنا مثلا أروح أدرب الناس بتوعي أو أركز على
الدراسة اللي فيها هقدر أخلي الناس بتوعي يكونوا إيه؟ مدربين بشكل كافي. طب ماذا لو كانت المخاطرة غياب أحد العاملين بالمشروع؟ هقول مثلا ده احتماله أو احتمال المخاطرة 60%. هل هي؟ قال لي لا، ده وضعها حرج. الحل إن أنا أزود من تدريب الناس اللي عندي أو أحسن أوضاع الناس اللي عندي. ليه؟ عشان لو واحد غاب التانيين يغطوه. طب ماذا لو كانت المخاطرة هي التأخير في تسليم المنظومة؟ أوبا، الاحتمال 60%، لا ده الوضع حرج. الحل إن أنا أعيد استعمال الوحدات البرمجية اللي أنا عاملها قبل كده. أنا كنت عامل برنامج بيعمل حاجة شبهها، أروح أجيبها وأعيد استخدامها، لأن بدل ما كانت هتكلفني مثلا 200 ساعة، ده هتكلفني مثلا 40 ساعة، فأنا وفرت 160 ساعة. وبالتالي مش هتأخر، أو أستعمل أدوات مناسبة لتقدير الزمن. يبقى ده الحاجة بيتم إعدادها من قبل مديره المشروع. لابد يروح يعد لي قائمة بالمخاطر، احتمال نسبة حدوثها، توابع كل مخاطرة، وإزاي هتغلب عليها، زي ما عمل لي جدول بالشكل اللي هو قدامي ده. وبهنا نبقى وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة، اللي هي كانت بعنوان البروجكت بلاننج أو تخطيط المشروع، ودي مرحلة من أهم المراحل على الإطلاق في إعداد المشروع بتاعي، وبيتوقف عليها نجاح أو فشل المشروع بتاعي.